عليكم البنات، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في احسن الحال والاحوال. وش غنقول لكم؟ غبرت عليكم سمحوا لي على غير الوقت وش ظروف هادشي اللي كاين. كي دايرين مع هاد البرد؟ راه بدا البرد تبارك الله، شتا صبات بعدا، الله يعطيها على قد النفع يا سيدي يا ربي يا ربي. الحبيب الكريم يعني تسقينا من عنده يا ربي، ويجي العام ان شاء الله زوين. المهم كيف ما كتشوفوا، مشيت المرجان تقديت شي حاجه للميشا، يعني اللي ما كيعرفش ميشا هي القطيطه ديالي حتى هي سبحان الله والله راه بحالها بحال ولادي، يعني معايا مود وهي معايا ومربيت عليها الولف وكنتهلاها فيها. وراه الحيوانات الله وصى عليهم زعما الرفق بالحيوان، ورحمهم في الارض يرحمكم من في السماء كيف ما كتشوفوا. المهم جيت نتقدى لها شي حاجه وبغيت نشارك معكم اللي عنده هكا شي قطيطات، وحتى اللي ما مربيش القطيطات وبغى يدير شي حاجه في يعني في سبيل الله في هادو ديال الزنقه وهادي، راه عنده اجر كبير 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 كبير. المهم ما علينا، شاركت معكم يعني داك الشيء الماكله ديال القطيطات، ليتير بوكس، المهم كامل داك الشيء المستلزمات ديالهم بالاثمنه بكل شيء. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، غير بغيت نشاركه معكم وصافي، يعني باش ما تلقاوش تسناوني، يعني تلقاو ضروري شي فيديو كاين هادشي اللي كاين. وفي نفس الوقت نتمناه يعجبكم، ولا عجبكم كيف ما العاده ما تنساوش اختكم من جيم، حتى انا ما بغيتوش تابونا وعلى خاطركم، ولكن جيم يعني غير باش تحفزوني باش نعرف راسي راه غاده في طريق مزيان وهادشي اللي كاين. ونتمنى يعجبكم، وسمحوا لي بزاف بزاف لا طولت عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Thank you.
We'll be right back.